السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم من جديد. معاكم أيمن نجار من قناة حقق حلمك. النهاردة إن شاء الله معانا إثبات السحب رقم 19 من موقع جولدن فارم. هندخل ونشوف هنعمل إثبات السحب إزاي ونشوف أسعار الطيور إيه. انتظروني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم تاني، اهلا بكم. ندخل نشوف الموقع بتاعنا، موقع جولدن فارم. ده الموقع بتاعنا زي ما انتم شايفين. عند التسجيل الموقع بيديك طائر اخضر هدية زائد 300 قطعة ذهبية مجانية علشان تقدر تعدم وتشتغل بيهم في اول دخولك للموقع. هنبتدي دلوقتي نسجل الدخول وندخل نشوف اثبات السحب 19 بتاعنا وناخد فكرة سريعة كده عن الموقع. دي الواجهة الرئيسية زي ما انت شايف كده. انا كنت دافع 270 روبل، ولحد دلوقتي انا ساحب من الموقع 1054 روبل. هنبتدي دلوقتي نروح على مستودع البيض علشان نجمع بيض الطيور بتاعنا علشان نعمل اثبات السحب. هيفتح معانا طبعا الواجهة دي. دي كل الطيور اللي موجودة معايا او اللي انا شاريها زي ما انت شايف كده. هنبتدي نقول له جمع. هيبتدي يجمعها كده، بالفعل جمع كل البيض بتاعنا. هنروح هنا على بيع علشان نبيع كل البيض ده. تمام كده زي ما انتوا شايفين، دي الاسعار بتاعتي. انا هنا معايا 10454 سبيكة ذهبية. هننزل تحت كده وهنقول بيع كل شيء ونشوف ال10000 دول هيبقوا كام. كده بقى معايا 12365 سبيكة ذهبية زي ما انت شايف، ورصيد الشراء معايا حوالي 32000. هننزل تحت كده عشان ناخد المكافأة اللي هي كل 12 ساعة. الموقع ده يا جماعة شغال بقاله فترة كبيرة وشغالين عليه، والسحب بتاعه بيسحب على 3 عملات، الدولار واليورو والروبل. تمام كده، انا خدت 29 قطعة ذهبية مكافأة يومية. بعد كده هنروح على سحب الاموال علشان نبتدي ان احنا نسحب الرصيد بتاعنا. هنشوف طبعا احنا مسيفين ايه. مسيفين الباير. هندخل على الباير، هيفتح معانا الصفحة اللي هنقدر نسحب منها. تمام كده، دي الصفحة بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. هنبتدي نحط الباير بتاعنا هنا، وهنا هنكتب المبلغ اللي موجود معانا، ومن تحت هنا ممكن تسحب على اليورو او الدولار او الروبل زي ما انت حابب تسحب. انا اخر حاجة كنت ساحبها 125 روبل، دي اخر حاجة كنت ساحبها من الموقع. طبعا كل دي سحبات وفي اظهار المزيد، ولو انت حابب ترجع ل19 فيديو تاني موجودين في القناة طبعا الروابط هتلاقيها تحت في صندوق الوصف. هنبتدي نيجي هنا ونكتب المبلغ اللي موجود معانا اللي هو 12365. المبلغ ده كده هيعمل معايا حوالي 119 روبل بوينت 35 زي ما انتوا شايفين هنا. هنروح على الباير عشان نشوف انا اخر حاجة. اخر حاجة انا دافعها 10 روبل. هنعمل ريفرش كده مع بعض. اخر حاجة انا دافعها 10 روبل. نرجع تاني على الموقع ونقول ترتيب الدفع ونقول بسم الله. طبعا اخر حاجة هي زي ما انتوا شايفين 125 روبل. هو بيقول كده دفع ناجح، ونزلت هنا هي 119 روبل بوينت 35. نروح كده على الباير سريعا نشوف وصلت ولا لسه. هنعمل ريفرش. وصلت يا جماعة 119
روبل بوينت 35، ولو رجعنا تاني هنا هتلاقي نفس الرقم اهو، مفيش اي استقطاعات منه. هندخل كده على الاثبات، ادي 119 روبل بوينت 35. نرجع تاني على الموقع بتاعنا عشان ناخد جولة سريعة فيه. طبعا عندنا شراء الطيور، هندخل ونشوف شراء الطيور. طبعا الموقع بيديك طائر اخضر هدية عند التسجيل. انا معايا حوالي 45 طائر انا شاريهم بالفعل. عندنا الطائر البنج ده بيديك بيضة في الساعة وتمنه 35 قطعة ذهبية. الطائر اللون الاخضر ده اللي بتاخد منه واحد هدية بيديك 5 بيضات في الساعة والتكلفة 150 قطعة ذهبية. ده انا معايا منه 15 طائر. الطائر الاصفر ده بيديك 55 بيضة في الساعة والتكلفة بتاعته 1500 قطعة ذهبية، وده معايا منه 8. الطائر البني ده بيديك 277 بيضة في الساعة والتكلفة بتاعته 7500 قطعة ذهبية، ومعايا منه 11 طائر. الطائر الأزرق ده بيديك في الساعة 1430 بيضة، وتمنه أو التكلفة بتاعته 37500 قطعة ذهبية، وده معايا منه 10 قطع، 10 طيور. الطائر الأحمر ده بيديك في الساعة 7230 بيضة، والتمن بتاعه وتكلفته 150000 قطعة ذهبية، وده معايا منه طائر واحد. طبعا لسه انا ما اشتريتش الطائر البرد ده، الملك البرد، ولا البومة، بس البومة ديت بتسحب 210 سبيكة ذهبية مش قطعة ذهبية، علشان دي بتدخل على حساب السحب مباشرة. اما بقية الطيور كلها بيتقسم بينها وبين الشراء اللي انت بتجمعه كل يوم، بيتقسم بين الشراء وسحب الاموال. الطائر اللي هو البومة الفضية ده بيدخلك على طول 210 على حساب السحب مباشرة. طبعا اللي حابب يعمل ايداع هيعمل ايداع على مسؤوليته الشخصية، بيجي هنا فوق هنا ويقول اضافة الاموال، بيشوف الاول هو حابب يدفع قد ايه، او الطائر اللي هو عايز يشتريه قد ايه، وهيبتدي يجي هنا على العداد ده وهيكتب مثلا لو عايز يعمل ايداع ب 100 روبل. هو هنا بيقول له انت هتاخد بال 100 روبل 10982 ذهبية. هيقارن بينه وبين الرقم، هيقارن بين الرقم ده والرقم تمن او تكلفة الطائر اللي هو حابب يشتريه، علشان ما يخسرش كتير. هيبتدي يحول على قد تمن الطائر بالظبط، يشوف الطائر بكام وهيبتدي يكتب الرقم هنا ويجمع او يقلل او يزود علشان يوصل للرقم اللي هو تمن الشراء. بعد كده بيدوس شراء من هنا وهيحوله على الباير علشان يعمل عملية الايداع. طبعا ده عامل حوالي 32000 معايا اهوت. لو نزلنا كده ونشوفنا هنلاقي ان الطائر ده عامل حوالي 37000، فانا هنتظر بكرة او بعده لحد ما اجمع 37000 ونشتري الطائر من الطيور الزرقاء دي، عشان بتجمع معانا 1430 بيضة في الساعة. ننتظر لحد ما نجمع المبلغ بتاعنا. ده كان اثبات السحب رقم 19 معانا النهاردة. ياريت لو الموقع ده عجبك ما تنسانيش باللايك والسبسكرايب، وتفعل زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.